السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحدي راح نشوف كيف راح نزور قمة ريزر. فبتمنى من الكل يدعمنا باللايك والاشتراك، واللي ما يستخدم كود ايتم شوب لسه يستخدم كود ايتم شوب MS. الله يسعدكم. راح ننزل عند هي الطيارة اللي جنب المنطقة الجديدة، راح حدد مكانها هلا على الخريطة اللي هي هون. راح ننزل عليها هيك وراح تنحسب المهمة. لا تنسوا من لايك واشتراك. بتمنى من الكل يستخدم كود ايتم شوب MS. الله يسعدكم ويعمل نزل سيزون جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.